معانا عبر سكايب واحد من اللاعبين اللي تميزوا في الدوري المصري، ثم فجأة وبلا مقدمات قرر انه يمشي من الدوري المصري. كان لاعبا في صفوف الجونة، وكان حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة ضيفي هنا، فسألته عن سيرجي اكا، فقال انه سيرجي مشي مش موجود معانا وانقطع عن التدريبات، وقد يكون انضم لأحد الأندية دون علم الجونة، وقال انه ده بأسباب طبعا هو في وقتها اتكلم كده بنفس التعبير، يعني قال نفس الموقف تقريبا، موقف شبيه بموقف رجاني ساسي في مسألة التوقيتات بتاعة انتهاء العقود. انا معايا عبر سكايب، معايا سيرجي اكا لاعب الجونة السابق ولاعب نادي التاي التركي، علشان نفهم منه بالظبط ايه الموقف وايه اللي حصل. سيرجي اهلا وسهلا بيك، مساء الفل وسعيد بوجودك معانا في برنامج جمهور التالتة في اون تايم سبورتس 2. مساء الخير على الجميع، مساء النور، سعداء بوجودك معانا. وفي البداية خلينا أبارك لك على زواجك، وكمان أبارك لك على تألقك اللي كان موجود معانا هنا في الدوري المصري. ميرسي بوكو. أشكرك أشكرك جدا كابتن إبراهيم. ميرسي. أسألك على خطوة انضمامك إلى نادي ألتاي التركي، وكيف جاءت ولماذا تركت الجونة مباشرة؟ أوكي. حسنا، لقد التحقت بفريق ألتاي التركي حينما كنت في أجازة الزواج. اتصلت بالإدارة، اتصلت بالجونة، اتصلت بمدام شاهيناز، ومدام شاهيناز هي التي أخبرتني أن النادي هو مهتم بالتعاقد معي، وبدأت المفاوضات معهم. كان هناك عرضا من تركيا من كاسس، من ناديين في تركيا، أحدهما ألتاي، وقررت الانضمام إلى ألتاي لأن عرضهم كان أكثر جدية. حينما الآن سوف أجاب على سؤال فيما يخص الجونة، لقد شعرت أنني قدمت ما يمكن، كل ما يمكن أن أقدمه بالنسبة لفريق الجونة، واكتفيت بالتجربة في مصر. كنت أشعر أنني لم يعد لدي مزيد لأقدمه، وكنت أبحث عن تجربة جديدة وطموح جديد، وقررت الرحيل في هذا الوقت، لأنك كما تعلم الموسم في مصر امتد إلى وقت لم يكن محدد له مسبقا، وبالنسبة لتركيا الموسم هناك سوف يبدأ في 14 من هذا الشهر، من شهر أغسطس، والجميع الآن في فترة الإعداد، لذا كان علي أن أرحل بأسرع وقت. هل أعلمت الجونة برغبتك في الرحيل، ولا كان الرحيل فرديا يعني؟ بالتأكيد أخبرت إدارة الجونة، وهم تقبلوا قراري، لقد تناقشت معهم وعلى الاتفاق المبدئي للرحيل. لم أترك الجونة بشكل غير احترافي، لقد كنت في أجازة زواج، وأعلمت الإدارة وتناقشت معها، وهم تفهموا موقفي، لم يكن الرحيل بشكل غير احترافي بأي حال من الأحوال. لم أترك الفريق بشكل مفاجئ، ولم لا يمكن أن أرحل من وراء ظهورهم، هم كانوا يعلمون برحيلي. إذا ما تردد عن رحيلك أو انقطاعك عن التدريبات في الجونة غير صحيح، أنت تؤكد أنك اتفقت مع الإدارة وتحدثت معهم بأن
طول بطولة الدوري في مصر سيحول ما بين إتمامك هذا التعاقد الجديد. نعم بالتأكيد أؤكد ذلك، لقد رحلت بشكل رسمي هم من البداية كانوا يعلمون أنني سوف أذهب للكوتيفوار من أجل الزواج، وكان آخر كانوا يعلمون أن آخر مباراة لي ضد فريق الإنتاج، وبعد ذلك منحوني تذكرة السفر للذهاب إلى بلدي في الكوتيفوار للزواج. تناقشت معهم مرة ثانية، كنت قد تناقشت معهم مرة أولى قبل أن أستقل الطائرة، وأخبرتهم بالرغبة في الرحيل، وكان عقدي على وشك النهاية. كنت سوف أستمر في الجونة إن لم يكن لدي عرض آخر، كنت سوف أتناقش معهم للاستمرار، ولكن بما أن كان لي هناك تم تقديم لي عرض مناسب وعرض ملموس ومن فريق ألتاي التركي، وكان الفريق في فترة الإعداد وكانوا يريدون أن ألتحق معهم في فترة الإعداد منذ البداية، لأن كما قلت في البداية أن الدوري التركي سوف يبدأ في 14 من أغسطس. كان من الصعب أن أرفض عرضهم، لم يكن لدي خيار آخر، الأجندة في تركيا واضحة، وهذا كانت بداية الموسم ونهايته في تركيا واضحة، وكان علي أن أرحل كي أستطيع أن ألتحق معهم بفترة الإعداد. فريق الجونة كتب، إدارة الجونة كتبت على الصفحة الرسمية ما تشكرني على الفترة التي أمضتها، وأنا أيضا كتبت على صفحتي الرسمية على فيسبوك أشكر الإدارة واللاعبين على الفترة التي أمضيتها معهم. دعني أسألك فيما يتعلق بالعروض، هل جاءتك عروض من أندية مصرية في أثناء تواجدك مع الجونة أم لا؟ حسنا، لم أتلقى أي عرض جدي من أي فريق مصري أبدا، لم يحدث ذلك، لم يتصل بي أي مسؤول من أي إدارة مصرية، الأمر لم يتعدى كونه مجرد كلام غير ملموس من بعض وكلاء اللاعبين من اليمين ولا اليسار، ولم أكن ألتفت إلى ذلك، وكنت أعلم أنها عروض ليست جدية على الإطلاق. إذن دعني أتحدث معك في جزئية نقطة لها علاقة بولتر بواليا زميلك في الجونة السابق وانضمامه إلى النادي الأهلي، كيف ترى هذا الانتقال ومستوى بواليا مع النادي الأهلي؟ بالتأكيد كانت خطوة للأمام بالنسبة لولتر بواليا أن ينتقل من الجونة إلى الأهلي، الأهلي نادي كبير، وبالتأكيد تلك كانت خطوة كبيرة. بالنسبة لمستواه أكيد هو يحتاج إلى فترة للتأقلم والتكيف مع الأجواء في الأهلي، لأن هناك فارق في المستوى، هناك فارق في الطموحات، وأعتقد أن الأمور سوف تسير على ما يرام معه في الفترة القادمة إذا ما ركز، إذا ما بذل المزيد من الجهد. أعتقد أنه بحاجة فقط إلى الوقت والجهد كي يتأقلم على الأجواء الجديدة في الأهلي. أشكركم. أشكرك شكرا جزيلا سيرجي أكا، سعيد بهذا التواصل، وأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله فيما هو قادم. أشكركم جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا سيرجي أكا نجم الجونة المنضم حديثا إلى ألتاي التركي، وحديث في منتهى الأهمية. تفاصيل